رمضان كريم وينعاد عليك. عليك وعلينا اجمعين يا رب، الله يخليك. كيف اجواء، شايفه اجواء رمضان السنه خالتي؟ اللهم صل على النبي، اجواء رمضان ما في منه، سهراته وراحاته وزياته عند اخواتنا عند قرايبنا، بنجي لهون بنتسلى. شو اكثر الاكلات مثلا المشهوره برمضان هون بجبله؟ والله ان الكبه النيه والكبه العاديه المشويه وبتعرف هيك، والملوخيه والبامه. تنزلوا مثلا المساء بعد الافطار بتروحوا لشي مكان، ممكن تروحوا تزوروا قرايبكم او شيء؟ اكيد اكيد، حلو لمة العيلة هيك برمضان، بنعمل هيك فترة هيك نجتمع مع بعض. هو رمضان شهر الخير والبركة، بتحسي كل خير الدنيا بيجي، بنتمنى يضل رمضان. طيب شو هي الأكلات يلي بتميز شهر رمضان بجبلة؟ هيك الفتة دائما، تبولة، الكبسة. في شي بتشتريه بس برمضان؟ يعني من رمضان أكيد، دائما تمر، دائما صوص، عرق صوص. برأيك شو هي الأكلات يلي نحنا منأجلها على طول لحتى نأكلها برمضان؟ هلأ بشكل عام يعني هي أجواء رمضان حلو بالأكل، وكل أكلات العالم بشكل عام الأكلات الحلوة والتقيلة بتتأجل لرمضان. رمضان كريم علينا وعليكم على جميع خلق الله يا رب. كيف شايف الأجواء برمضان السنة خالد؟ الحمد لله كويس. كيف بتقضوا رمضان؟ والله عم ننعزم لهون ولهوني. شو أكثر الأكلات اللي بتحبي تعمليها برمضان؟ محاشي، كبة مشوية، كبة مقلية، ملوخية ورز، وفي كمان أكلات. طيب مثلاً في أكلات حلوة مثلاً مشهورة فيها جبلة مثلاً بتاكلوها أكثر شيء برمضان؟ هريسة هي اللي لها جبنة. شو هي الأكلات اللي نحنا منأجلها لنعملها برمضان أكتر شيء؟ أكلات تقيلة مثل كبة، مثل ششبرك، مثل هيك شغلات، وفراريج بأنواعها يعني بمحشية بالفرن وما بعرف شو، بس يعني كتير عالم ما بتقدر تعملها الطقوس هي خالصة. طيب بجبلة في شيء مميز بشهر رمضان بيعملوه؟ بجبلة مشهورين بالكنافة إذا حلو. كيف الأجواء برمضان السنة؟ والله سلام، الحمد لله ممتازة 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 الحمد لله. طيب شو اللي بيميز رمضان بجبلة؟ والله هالشغلات الحلوة والخضريات والخرنوبات وهالشغلات هذول ممتازة. شهر رمضان عنا بجبلة ممتاز ممتاز ممتاز. طيب كيف الحمد لله كيف بتقضوا أوقاتكم بأيام رمضان؟ بشتغل من فيق الصبح، مش على الشغل الساعة 9 لا 6 6 شوي بنروح على البيت، النسوانكم حاضرين الأكل جاهز، كل شيء جاهز. شغل عادي. طيب والمسا في شيء بتعملوه مثلا بتروحوا لمكان؟ عند قرايبنا، اولاد عمومنا، اولادنا، اولادنا الشباب والاولاد وعمامنا ونسوان اخواتنا ونحن، هي عادي. اول شيء رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله وعلى الجميع يا رب. كيف شايفه اجواء رمضان السنه؟ الحمد لله كثير حلوه. يعني كيف بتقضوا ايامكم برمضان؟ بالبيت مع الاهل على الفطور، جمعت الفطور هيك. شو أكتر الأكلات يلي نحنا منجهزها برمضان، يعني منحس حالنا أنه هي بس خصيصاً لرمضان؟ إن شاء الله أساسية على المائدة الرمضانية، بحس أكتر شيء فتوش وشوربة. لا يعني هي الشغلات الأساسية. أي ففي عندي كذا أصناف ممكن معينة، مثلاً القدرة كل أسرة، عرفتي كيف؟ ما فيني أعمم أنا حسب، يعني عرفتي كيف؟ تماماً. طيب مثل شو مثلا هي الاكلات يلي نحنا بناكلها برمضان بس؟ ممكن عندك شاكريه اكثر اكله، يبرق، هيك شغلات. ايه ممكن. قلتي لي بتقضوا وقتكم بالبيت، ما بتطلعوا شيء لمكان بعد الافطار؟ بعد الافطار بتعرفي هلا والله قليل، ممكن حركه قبل الافطار بتصير. تمام. الأجواء حلوة والجو كتير كان حلو الحمد لله هالسنة، ما في شوب يعني لا نعطش لا هيدا، لا كتير كان الجو حلو. طيب كيف بتقضوا أوقاتكم؟ والله الحمد لله بين صلاة ونزلة على السوق وطبخ وبعدين أرجي للمساء. ما بتطلعوا لمكان بعد الإفطار؟
والله حسب يعني عن بيت أخي هيك ما في زيارات عائلية. زيارات عائلية إيه بحب برمضان أكثر الزيارات العائلية من إنه مشوار قهوة هيك كافيه هدولي لا بالأيام الإفطار بتكون. طيب برأيك شو هي الأكلات يلي بنعملها أكثر شيء برمضان؟ الشوربات والفتوش والسلطات هدولي والكبانية أنا بحبها كثير. يعني هي بتكون مميزة أنت بتعمليها بس برمضان أكثر شيء؟ أكثر شيء بالصيام، صمت رمضان غير رمضان بدي أعمل كبانية بحبها. إيه وأكلات بس بتعرفي بقى الواحد بدلل برمضان هيدا بحب هيك وهيدا بحب هيك. كيف شايف الأجواء برمضان هوم جبلي؟ كويسة منيحة ممتازة الحمد لله رب العالمين. كلياتنا شايفين الناس كلياتها بتروح على الجوامع وبيكتروا خاصة بالبدايات الأولى من رمضان بيكتروا الناس بالجوامع. إيه كويسة الحمد لله رب العالمين. كيف بتقضوا أوقاتكم؟ برمضان؟ والله كل واحد عادي عادي يعني كل واحد بيروح على 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 عمله بيشتغله تماما مثل ما كان من قبل. بالعكس برمضان يشعر الإنسان بنشاط. ليش؟ لأنه الإنسان برمضان بيكون خفيف المعدة يعني بتعرفي وبينشط وبيقبل على العمل بشكل كويس كثير. والله أنا بحس بعدين برمضان لأنه كله صحة رمضان صحة أقل شيء يذهب السموم من الجسم ففي أحلى من هذه. بعدين بالإضافة إلى أنه الإنسان يصلي ويعني يتابع العبادات والروحانيات يعني كويسة يعني رمضان روحانياته رائعة جدا. طيب عم شو أكثر الأكلات اللي بتكون موجودة برمضان بس؟ والله معروفة بشكل عام يعني الكب النية الفتوش السريد بشكل عام. تعرفي السريد شو هو؟ لا 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 ما تعرفي السريد. هذه الأكلة العربية الوحيدة أنا ما بعرف هي اللحم المسلوقة أو الفروج المسلوق يعني هذا هو السريد. لحم المسلوق أيوه بفتوا خبز هيك وشوية كذا. وفي بتعرفي الأكلات كثيرة الكبة النية الكبة العادية الكبة المقلية الكباب بشكل عام كمان الكباب. طيب جبلة بشو مشهورة أكثر شيء أكلتها برمضان؟ يعني شو الأكلة اللي مشهورة فيها جبلة برمضان؟ والله بالنسبة للحلويات معروفة يعني القطايف والكنافة معروفة يعني بشكل عام والجزرية هي مشهورة فيها الجزرية. الجزرية هي بتكون مثلثة أو دائرية يعني. يعني بالنسبة للأكلات موجودة في أكلات كثيرة كويسة. هلا حسب بقى الفصل اذا فصل الشتويه مثلا في الكشك بيعملوه برمضان كويس طيب ما حلو شيء بالشتويه بالصيف شيء وكل فصل له شيء.